عسلامة عزيز خالي. لاباس؟ الحمد لله. صحة بخير؟ الحمد لله، قولوا الحمد لله. احنا اليوم نحكيو على عدم قدرة الإنجاب يخلق مشاكل ويأثر على العلاقة الزوجية، شنو رأيك؟ عدم القدرة على الإنجاب، كلها اسمع كلها ترهات، أنا كنت نقرأ قبل في السكوندير، كان أستاذنا كان يعلم فينا بالرمز. الله إن شاء الله كانوا حي يحيي حياة خير، وكانوا من الأموات يجعلوا في أعلى درجة في الجنة. عاد يقول يا البنات رد بالكم، معناها تقول وحدة طلقت على خاطر ما تعرفش الطيب مليح، ولا على خاطر كذا، ولا ما تجيبش صغار، ولا فهمت؟ راهو 99.99% من المشاكل الزوجية لو سافوار فير. قلنا شنو هو لو سافوار فير سيدي؟ يا ترقد مليح مع زوجها، يا كذا، واحنا كنا صغار وحشامين ما فهم ما كنا نفهموش، فهمت؟ سي 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 ال براتيك بيان، فهمت؟ لاكت سيكسويل افيك سون ماري، فهمت؟ انا غيانا كراندر، فهمت؟ تقول لي انت عدم القدره على الانجاب، شوف فما حاجه حاجه تربي، اذا كان هو رجال وكذا وكذا وما يقدرش على الانجاب، يعني سي با اون فافور انه عندنا الصغار، احيانا ما عندوش صغار. نعمة من عند ربي. قال لك كيفاش نعمة من عند ربي؟ قال لك ربي ايش قال لك؟ قال لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما قالكش المال والبنون زينة الحياة. لأن الحياة فما حياة زوز حيوات، فما الحياة الدنيا والحياة الآخرة الدائمة. الدنيا معناها رخيصة، الحياة رخيصة، المال الفلوس والبنون هما زينة. أما فما ناس أخرى تتزين بحاجات أخرى، ما عندوش غشاشر. ما يتلزش توا كيما جماعه اللي مشاو للبلقاسم. هي بيه هاك انت تلز مرتك باش تمشي للبلقاسم وتشري له اللوز وتشري له كذا وكذا، ومن بعد تجيك حبله. فرحان انت يا سيدي مرتك تجيب لك في الخشاشر من بلقاسم. هاك تلزوا المراه ساعات اذا كان انت وما تعرفش العقم منك ولا منها. هي اذا تحبك تنجم تدور تخونك. بلقاسم توا مثلا ضحيه ولا مجرم؟ يا خويا انا راه ضحيه واحده من الناس. كيفاش ضحيه؟ ضحيه خاطر بلقاسم ما مشى دق على حتى واحده في دارها وقال لها اجا نحب لك ونعمل لك الصغار. نتصور انا هما يمشي له، معناه اللي جاب سقيه العصا ليه. ما جاش هو كذا، وفماشي واحد احنا، فماشي دوله ما فيهاش بلقاسم، فماشي قريه ما فيهاش بلقاسم، فماشي حومه ما فيهاش بلقاسم، فماشي دار ما فيهاش بلقاسم. فماشي انسان ما في وسطوش دون ان كوان ان سارتان بلقاسم، فهمت؟ غير البل ما يعرفش كيفاش يوزع القواسم، فهمت كيفاش؟ انا مثلا باش تحكم عليا الوحده ذي، انا كان جيت انا محل بلقاسم يكلمني قاضي يقول له سيدي قاضي حط يدك على القران واحلف اللي انت عمرك ما رجلت مراه بخلاف مرتك وعلى كذا كذا، وما فما حتى عربي يا سيدي، فما حتى مخلوق على وجه الدنيا، فهمت؟ كان وفيا لواحده. سا سي سي بلوس كو سيغتان، جو سوي بلوس كو سيغتان دو سكو جو دي. فما حتى ما وفي بلقاسم قاعد في دار وجاته نساوين باش يقول لها باري روحي، ويشروا له في اللوز ويعطيه فيه في كذا وفي كذا باش يقول لها بالروح. مسكين بلقاسم ضحيه، انا ندافع عليك يا بلقاسم. ثم انا مش في فتره اخرى قلت لك انا راني ما عنديش ثقه في الشيوخ هذوما اللي بعقولاتهم، راني اصحابي كلهم المجانين المجاذيب، خاطر اول درس عطاهولي شيخي المجذوب سلام الله عليه شرف الدين قال لي ليلى يزيك من مشي للزوايا، راهم الزاويه جايه من الزواء، وانت وهذا زاوي في هذا، وانت زاوي تاكل الزواء هو اللي يعمل فيه بلقاسم. هذاك هو واحد يزاوي فيه، يزاوي يعني الفلو سكس. انت هاو سيدي الشيخ المجذوب دافع على بلقاسم. شيخ المجذوب نجيب لك ناس في الدوله تعترف به، وناس في الجامع يعترفوا به، وناس في كذا كذا، فهمت؟ يعترفوا به. اذا هنا بلقاسم على باطل ولا على حق؟ هنا نقطه استفهام كبيره لابد من طرحها. انسان تعتبرهم ضحايا ولا لا؟ يا ولدي شنو هي ضحيه يا زبله لعب تاعك؟ اي انا ندافع على بلقاسم ضحيه، مش توا انا توا انا راجلي ما يجيبش نمشي لبلقاسم، انا نمشي لبلقاسم، يقولوا لي راه بلقاسم كذا نمشي لبلقاسم، كي يقرا لي وكذا وكذا اي ربي فما شي فيها كذا، كي يعطيني حاجه نشربها، يعطيني حتى سم نشربها، اما جي يقول لي بنات عامي نرقد معاك باش نحب لك ايما، كي يقف لي نبي انا اقول له لا، هنا تعرف انت وين تقف. اما انت بنيت عمي اذا بديت احلات وليت تشري له في اللوز وتشري له في الكذا، اذا باش تحاكم حاكم المراه وحاكم راجلها وحاكم خوها، ما تحاكمش بلقاسم، فهمت؟
وحكمت هاي الدولة اللي تهرد فينا. هاي الدولة ما هيش بالقاسم علينا؟ ليزامبو مشوا بالقاسم؟ الزيادة في الواحد تمشي الحاجة تلقاه بدينار، غدوة تلقاه ب5000، مشوا بالقاسم؟ هاو الحاكم بالقاسم معانا، هاو الحاكم يهرد فينا على طول. يا زي قيس سعيد، ما أنا نعرفك حقاني راه وتقول الحق. يا أخي أنت جماعة اللي تحطهم باش يعاونوك وزرة ويوليو يخدموا جدهم، مش يمارسوا معاك في اللي يمارس فيه بالقاسم عن سوينا؟ كيف نفس الشيء. أنا مسؤولة على كلامي هذا، راه كلامي اللي نقول عليه، ومتأكدة اللي قيس سعيد باش يفهمني. ها وتوا أنا كي نجي مثلا البارحة جبت الدوسي نتاع وزيرة المرأة، نحب نجبد لك اليوم الدوسي أنه نفس الواحدة زيتهم لوزيرة أخرى. خلي المرأة جاية أقول لكم شكون الوزيرة، هاني باش نزيد نعطيها فرصة، لعل خاطر هي من جماعة ربي وقريبت لي، لعل تفهم وتحقق العدل. سينو ما فهمتش البارتي جاي نجبد الكوارت ونوري كيفاش بعثت لها وكيفاش طفلة وقع الاعتداء عليها جنسيا بنت 6 سنين. انت تجي باش تموه لي القضية، تخلق لي قضية بالقاسم. انا بالقاسم هذيك مشات اون ادولت ال سي دوني، هي تتحمل مسؤوليتها، هي راجلها كذا كذا. اما الطفلة اليتيمة بنت الحاكم بنت 7 سنين اللي حطتها امها امانة عند الحاكم باش تستنجد بها، يستفعلوا فيها جماعه عاملين روحهم جماعه ربي، والمربي يخبي والاخر يخبي والاخر، هذه تستحق إماطة اللسان. كلهم في بالهم، وزير العدل في باله، وزيرة التربية في باله، والناس الكل في وزيرة المرأة في بالها، وسمعوا الاعترافات، والمجرمين مازالت تحوس، وأنا مازلت شهريتي مزمرة، وش تقول؟ هاو تعاملوا معايا أنا بالقاسم، هاي شكون اللي مارس معايا أنا؟ هذه مش ممارسة فاحشة؟ وشكون تعدم؟ تعدم سي شو اسمه؟ سي بالقاسم؟ هالشومي؟ بالقاسم تتعدم؟ اعدم النسوين اللي حلوا وحداتهم، اعدم رجالهم اللي سايبوا نساهم، اعدم العائلات اللي هاك ما جبتش هاك ما جاش بيه، ما ولدتش، هذه حاجه من عند ربي. هاي سيت ان اونور انت، وكان تعرف اللي ربي باش يحاسبك باش تجيب فرقه حرام ويقعد يخلي لك في دعاء الشر بعد ما ماتك، تقول يا ليتني ما كنت، يا ليتني عاقر. فهمت ولا لا؟ هي الظنوه الصالحه باهيه نعمه، اما الظنوه الخايبه نقمه حاسيلو. كل واحد فينا بالقاسم، يا سيدي الحاكم ترأف ببلقاسم. السلام عليكم.